مشاهدين في السباق انا شفت في قناه الشعب، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه طنجه. وحنا حاليا كنتواجدوا بحي بئر الشيفه، اذا كيف ما كتلاحظوا معنا الان الحي كامل مزوق، مشاهده حتى القاع ديالو كيف ما كتلاحظوا حي كامل مزوق. هذا هو الحي ديال الفنان رضا العرودي اللي اليوم جينا نفطروا مع رضا العرودي والناس الناس الحومه ديالو. مرحبا بكم، مرحبا بقناه شوف تي في، ومرحبا بالمغاربه داخل الوطن، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وتبارك الله عليكم. من عند خوكم فنان رضا العرودي الطنجاوي، وتحياتي لكم ومرحبا بكم. نوريكم الاجواء ديالنا ديال الحي ديالنا في نهار العيد وتبارك الله عليكم. يلا ومعنا نوريكم الاجواء، ومعنا الاخ عبد النور. تحياتي اخ عبد النور، وعليكم الصحه والسلامه وشمنيتو ان شاء الله يا ربي. عشر مبروكه، تدخل لكم الصحه والسلامه، شتمنيتو ان شاء الله يا ربي وطول العمر ولجميع المسلمين، والله ينصر اخواننا الفلسطينيين يا ربي. امين امين يا ربي. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا الان المشاهدين في قناه شوف تي في قناه الشعب، حنا حاليا كنتواجدوا بحي برشيفه وغندخلوا القلب ديال حي برشيفه نشوفوا اجواء مع الفنان رضا العرودي اللي اليوم صانع علينا ورحب بينا اننا نجيو عندهم ونفطروا معاهم في وسط الحي ديالهم. حاليا غندخلوا معاه الحي من داخل، قربنا من الاجواء. واحد الاخ من الاحياء الشعبيه حي بئر شفاء غادي يدينا واحد الكلمه ان شاء الله. خي هشام، شي كلمه للجمهور شوف تي في والجمهور ديالنا ديال الحي ديالنا. شبر يا هشام، سي سالي مع الناس. خوتي العشر مبروكه، تحيه الخاصه لدايد الحومه، تعاودوا تعاودوا ونطلبوا الله السلامة للجميع ديالنا كاملين. الله ينصر اخوان ديالنا فلسطين. عيسى، ها؟ فايسا عيسى، بارك الناس العواشر. الله يرحم الوالدين خير. مبروك العواشر للجميع، الله يطول لكم في العمر، الله يرحمكم. أنس أجل أنس. السلام عليكم، واش مبروكه سعيد الصحه لنا، مرحبا بكم في الحومه ديالنا خو سلفان. مرحبا بك. واش مبروكه، كنفرح الدراري في العيد يا سعيد، كنفرح الدراري في العيد، وكل شيء دائما العيد مزيان، ودائما العيد ودائما العيد. اجي اعمل لهم كبر هيدا. السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد وسعود طول العمر، واش ما كتمنوا ان شاء الله لجميع المسلمين. مرحبا بكم برشيفه. مرحبا بكم الحومه ديالنا برشيفه، حي الصادق، حي الصادق، حي الصادق، عاملين واحد الامسيه مزيونه، واحد اطلاله. مرحبا بكم العام هذاك يا عمي ديالي. اه ضربنا اخويا. كما كتشوفوا الاجواء ان شاء الله دوز مزيونه، او ان شاء الله ندخلوا حي الصادق، حي سعيد، واش مبروك الله يرحم والديك. ندخلوا ان شاء الله الاخوان الحومه في عمق الحومه اللي تربينا فيها وكبرنا فيها، وتحيه للدراوش وتبارك الله عليكم وعيدكم مبارك سعيد. حتى العشيه ونحضروا اون ديريكت ان شاء الله. دابا على حساب الاتحاد اي العيد، المهم عطيهم شي مقطع دابا ان شاء الله. دابا غنصور واحد الاجواء مع الطبل، حتى هو يقول لنا شي كلمه. الطبل اللي كيصبح عاوتاني اللي كيكون كيعمل واحد مجهود كبير في رمضان في السحور. عبد النور عطينا شي كلمه حتى هو دابا الدراري. وهاد قضيه الطبل في رمضان كنا شفنا واحد الظاهره كبيره كيهضروا على الطبل الدراري. راه الطبل من الجدود ديالنا، من كبرنا من كنا صغارين حنايا. السلام عليكم العزيز الغالي، واش مبروكه سعيد الصحه ولنا. الله يعزك اخاو، شي كلمه من الجمهور ديالنا اخاو ديالي. الله يعزك الله يرحم بك. شكرا، تكون مبروكه اخوتي سعيد الصحه ولنا وطول العمر. ديك الناس اللي كانوا الناس اخا كيقولوا بلي ان الطبال ما يعني خصنا نقطعوا، هذا غير تراث والسلام، ماشي زعما انك هضره خاويه وصافي. صافي هضره خاويه خير دعوه. الله يعزك اخي الله يرحم والدي. دابا عملوا قول قال خصو شي اغنيه للجمهور ديالنا. يا
دابا ان شاء الله نعملوها يلا. اجي اجي شبريدة اجي لا 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 خلي خلي اجي يا استبالة صاحبي. هذه اغنية دراري اتحاد ديال طنجة. شبريدة شبريدة هذه اغنية ديال اتحاد طنجة دراري. سير ساكادو في ظهري وغرب من عندي يا بور واي اجعل برك لا لا واش يا ضايع صغري ربي اللي عالم بي انا يا ضايع صغري ربي اللي عالم يا عمري اسمحي لي تعال دراري ديالنا وتبارك الله عليكم دراري ديالنا باقي تعاود تعاود واش مبروك اجي نباركو على واش المعزاز اجي نباركو على واش الحالقين شي كلمه دراري الحي ولاد الحي ولاد الحي حنا ولاد الحي ولاد الحي كلهم عيدكم مبارك سعيد سعيدوا سعودوا مش ما كنتمنوا ان شاء الله ومرحبا بكم عندنا في الحومه اللي هي الحومه معروفه وعيدكم مبارك وتعيدوا سعودوا مش ما كنتمنوا ان شاء الله يا رب الله يرحم والديك ديال الهضره اقا سير اذا مشاهدو مستبع قناه شوف تي في قناه الشعب هذه هي الاجواء في وسط الحي ديال برشيفه مع الفنان رضا العرودي كيف ما كتشوفوا معنا حاليا في وسط الحي كلشي كيسلم على بعضياتو كلشي كيتعانق وكلشي كيسلم على بعضياتو كلشي كيبارك على بعضياتو كيف ما كتشوفوا مفاجأة مزيونة إن شاء الله الدراري غادي تكون مزيونة إن شاء الله وحم مفاجأة مفاجأة مزيونة غادي نشوفوها كاملين الجمهور ديال شوف تي في وجمهور كاع المغاربة كاملين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن إن شاء الله غادي يعيشوا معنا واحد الأجواء مزيونة تصبح العيد وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف أجي عم واش أولا العول العو صغارين العو صغارين منو العو صغارين منو زيد أخي عبد النور جيت قول لهم شي كلمة الكلمة ديالنا هي واد الحي ديالنا حنا كيما كتشوفوا الحي ديالنا بكل ما يحمل من كلمة شباب شيوخ البنات الرجال كاملين هنا محتفلين والعيد مبارك سهل محال واش يضربوا هذه كيدير مزيان لا لا شي فين عندهم لا قول شي واحد يمشي يقول لهم يد فيها شوية يجي عاهم صافي اذا كيف ما كتلاحظوا معنا الان حنا دخلنا من قلب ديال الحي برشيفه مع الفنان رضا العرودي اللي رحب بينا ورحب بالقناه ديال شوف تي في باش تصادفوا في الحي ديالهم وتكون معاهم وتحتفل معاهم في وسط الحي اذا انتوما كيف ما كتلاحظوا معنا الان حنايا وصلنا كيف ما كتشوفوا الحومه ديالنا كيف ما كتشوفوا هي محيحين الاجواء مزيونه الاجواء محيحه انا شوف ما شاء الله شوف 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 ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بقناة شوف تي في في حي برشيفة نشكرهم على هذه يعني مواصلة يعني هذه الزيارة ولكم جزيل الشكر بهذه المناسبة نقدم تهاني يعني الكلمة يعني بقوتها بقوة الفرحة يعني الكلمة تتلعثم وكان نشكركم جزيل الشكر يعني على الحضور ونشكر يعني الفنان المقتدر رضا العرودي نشكره جزيل الشكر يعني على هذه المواصلة ونبارك له العيد ونبارك لقناة شوف تي في العيد ونقول لهم عيدكم مبارك وسعيد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وشكرا جزيلا لكم مع بعد خليه
السلام عليكم. كنشكروا قناة شوف تي في على الحضور ديالهم في كنشكروا شوف تي في قناة شوف تي في على الزيارة ديالهم لحي حومة صادق. كنشكروا الشباب ديال الحومة كاملين من الصغير من الكبير من النساء ومن الرجال كل شيء. كنشكرهم على هذه المبادره اللي عملوا في الحي واول مره في الحي. وعيد مبارك سعيد. وعيد مبارك سعيد للجميع المسلمين. لا اول مره. الله ينصر اخواننا الفلسطينيين. الله ينصر اخواننا الفلسطينيين. وعيد مبارك سعيد. دراري عيد مبارك سعيد. وكنشكروا الدراري الحومه اللي قاموا بهذه المهمه هذه اللي هي اش غنقول لك كتكبر بالحي ديالنا. كنشكروا الدراري اللي ساهمت ولو بقليل ولو بكثير ولو غير بالحضور ديالها معنا هنايا. كنشكروكم كاملين الاخريده الدراري ديال شوف تي في. شوف تي في عيد مبارك سعيد. الدراري ديالنا راكم حاضرين ومنورين وتحياتي لكم كاملين بكم. وعيد مبارك سعيد مره اخرى. كنشكروكم. شكرا للدراري على المبادره اللي تعاونوا مع بعضيتهم وعملوا هذا المجهود كبير الصراحه. وكنتمنوا احياء طنجه كامله تبقى تعمل بحال هذا المجهود هذا باش كنبينوا المدينه طنجه ديما لواحد الصوره مزيونه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وتحيينا للجمهور هذا وهاد الشباب هذو كاملين. وتحيينا للاخوان ديالنا فلسطين. بارك الله عليكم. شكرا للدراري كما كتشوفوا الاجواء. تحياتي لكم. هاتي الجوال. اذا المشاهدين المتتبعين قناة شوف تي في قناة الشعب هانتوما كيف ما كتلاحظوا معنا الاجواء في وسط حي بئر الشيفا كيفاش كزكوز عندو. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا حاليا غيعدلوا الافطار للناس ديال الحي كاملين غيخرجوا يفطروا. عفوا ماشي الناس انما الشباب ديال الحي غيخرجوا يفطروا لنا ان شاء الله كاملين بيهم. اخوان ديالنا تبارك الله عليكم. انا الشريف ديالنا ايه يا محمد يا غاز تبارك الله عليك. خال محمد تفضل معنا الله يرضى عليك. علي موخا علي علي موخا علي علي. اذا مشاهدي متتبع قناة الشعب قناة شوف تي في هذه هي الاجواء اللي كتقوس في وسط حي بئر الشيفا كما كتشوفوا ومع الفنان رضا العرودي اللي راه حاب بينا اليوم. جينا معانا هنايا باش نعيشوا معاهم هذا الجو هذا. وانا بالنسبه لي انا ومثل هذا الحي هذا الشخص هذايا كنحيي هو حاتم هو تحيه كبيره بزاف وخا هذه الفكره هذه كنشجعوا دائما الشيء اللي كيعمل. ها هو الاخ حاتم. معنا الان اجواء في وسط حي بئر الشيفا كيف ما كيقولوا شباب حي بئر الشيفا هما خالقينها مع بعضيتهم. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا الآن الشباب نشطانين فرحانين كيتصوروا مع بعضيتهم كياخذوا صور جماعية
كاين شباب الحين هنايا كيف ما كتلاحظوا معنا، كاين رجال كبارين الشباب صغارين الاطفال كل شيء موجود في حي بئر الشيف. هذه هي الاجواء من قلب حي بئر الشيفة. مشاهدي متتبع قناة شوف تي في قناة الشعب، إذا مشاهدي متتبع قناة شوف تي في قناة الشعب. أنا كبار كلهم عندك مبارك معاد نهدى دابا انا قول لهم عيدكم مبارك، عيدكم مبارك السلام عليكم ورحمه الله مبارك، الله يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سمعتها الله يرحم والديك. اذا كيف ما قلنا لكم كاين الشباب كاين الاطفال كاين رجال كبارين كل شيء موج. السلام عليكم عواشر مبروكه لجميع المغاربه، وكنهديو هذه الاحتفاليه هذه وهذا العيد هذا لسكان غزه، الله يفرج عليهم ساكن والله ينصرهم والله يغلبهم على الكفار. غتعداو عليهم العواشر رمضان، الناس كتصوم الناس هادي وهما كيكافحوا تما، ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم ما يشربوا، حنا هذا النهار هذا كنخصوه لهم ليلهم وكنهديوه لهم ليلهم، الله ينصرهم الله ينصرهم، اللهم انصر غزه.